أكرم الورافي والنعاش أتى على فكرة ثالث مدرب يقود الهلال هذا الموسم. ابتدأ مع مهداوي وإلى رشدي، كرة خطيرة، كرة خطيرة بالفعل، كرة خطيرة بالفعل، خطيرة من الركنية للمرمى، من الركنية للمرمى، من الركنية للمرمى الهلالي، من المتعهد كما أسلفت حمود أكرم حمود الورافي. لم يشاهدها حتى الحارس، لو شفنا الزميل المحفوظ في التصوير والإعادة في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة البعيدة البعيدة، لم يشاهدها حتى حارس المرمى، تفاجأ بها وهي تهز الشباك.